النهاردة عندنا ثالث مباراة في المجموعة الرابعة واللي بتضم جامعة MTI، جامعة المنصورة، جامعة السادات وجامعة السويس. بعد أول مباراة لكل جامعة الترتيب كالآتي: المنصورة أول مجموعة بثلاث نقط 165 إجابات صحيحة، السويس تاني المجموعة بثلاث نقط 135 إجابات صحيحة. جامعة MTI وجامعة السادات مركز الثالث والرابع بدون نقط، وهما الاثنين 100 نقطة إجابات صحيحة. في رأيي الشخصي إن ماتش النهاردة اللي هيتغلب فيه هيبقى خارج المنافسة، هنشوف. أول جامعة مشرفانا في الاستوديو من المنوفية، نرحب كلنا بجامعة السادات. جامعة مدينة السادات أنشئت بموجب القرار الجمهوري بتاريخ 25 مارس عام 2013، وكان إنشاؤها في بادئ الأمر كفرع لجامعة المنوفية، تضم ثماني كليات هي التربية الرياضية، السياحة والفنادق، الطب البيطري، التجارة، الحقوق، التربية، الصيدلة، التربية للطفولة المبكرة، وتضم كذلك معهدين بحثيين للدراسات العليا هما معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ومعهد الدراسات والبحوث البيئية. هيمثل جامعة السادات في مباراة النهاردة 8 طلاب، هيبتدي منهم 4. استعديت النهارده عن طريق ان احنا اتجمعنا انا وزمايلي وجمعنا المعلومات وذاكرنا وقسمنا المجالات، وان شاء الله نعمل ماتش حلو. اسلام النهارده اللي هيشارك فقره تحت الضغط، اسلام عنده ثبات انفعالي كبير، اسلام الاكثر هدوءا في الفرقه، ساعدنا اسلام بان احنا عطيناه في ظروف مشابهه لظروف الفقره في البرنامج عشان يقدر يجاوب على اكبر عدد من الاسئله في اقل وقت. دي اول مشاركه ليا، الماتش اللي فات كنت قاعده في الاحتياطي والماتش ده ان شاء الله هلعب اساسي. الماتش ده حاولنا نجمع اكبر قدر ممكن من المعلومات ونعرف مواطن الضعف عندنا، ان شاء الله نحاول نعوض الماتش ده ويبقى ماتش كويس. برنامج العباقرة برنامج رائد بيقدم فكرة جديدة لفت نظر كتير من الناس لحاجات ما كانوش مهتمين بيها، بدأوا يبحثوا عنها ويعرفوا خاصة فئة الشباب. يعني جامعة السادات المنوفية الحمد لله على السلامة. عندنا تغيير النهاردة في الفريق، نهال البغدادي بتشارك الأول مرة. أيوة. قولي لي نهال عايزة تعملي دكتوراه في إيه؟ يا فارما يا كوجن. لسه ما قررتيش. جميل جدا. اخبار عزف الاكورديون ايه؟ الحمد لله كويس. شايفه كل المعلومات عندنا ازاي؟ متوقعه ايه من ماتش النهارده؟ الماتش صعب بس ان شاء الله هتبقى حاجه حلوه. علاء يقول لنا ايه رايك علاء، ايه اللي حصل الماتش اللي فات مع السويس؟ وتوفيق، سوء توفيق اللي حصل. يعني انت في رايك كان سوء توفيق مش اكتر من كده؟ سوء وتصرح زياده عن اللزوم بس مش اكتر. راجعتوا نفسكم بعد الحلقه؟ طبعا. استعديتوا النهارده؟ بإذن الله خير. دعاء وأحمد خميس برحب بيك، وهنتكلم مع بعض وسط الحلقة. كلنا نحيي جامعة السادات بالمنوفية.